روسيا وجهت ضربات مدمرة تجاه عدد من النقاط والمدن الأوكرانية فجر هذا اليوم باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية المفخخة، الأوساط الأوكرانية والروسية بل حتى الأوساط العالمية مثل البي بي سي البريطانية نشروا تفاصيل ما جرى بكل حذافيره وطبعا بتفاصيل كل ما جرى. والهدف الرئيسي بالنسبة للهجمات الروسية التي جاءت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم هي كانت متجهة تجاه أوديسا وتحديدا مدينة إزمايل المطلة على نهر الدانوب والمحاذية أيضا لرومانيا. السلطات الأوكرانية أكدت بأن الطائرات المسيرة الإيرانية أطلقتها روسيا من بحر آزوف باتجاه البحر الأسود وتم تمكنت من استهداف الميناء الخاص بمدينة إزمايل، أدت إلى دمار في البنى التحتية للميناء الخاص بهذه المدينة، وأيضا الهجمات الخاصة بالطائرات المسيرة استهدفت أيضا العاصمة الأوكرانية كييف. عمدة كييف فيتالي كليتشكو هو الذي أكد هذه الهجمات، ولكنه أيضا في نفس الوقت أكد بأن المضادات الأوكرانية كانت حاضرة في التصدي لهذه الهجمات. وطبعا بالنسبة لمدينة خاركيف أيضا كانت هنالك بعض اللقطات القادمة من هناك بأن أيضا كان هنالك هجوما على تلك المدينة، لكن الهدف الرئيسي لهذه الهجمات هي كانت تجاه مدينة إزمايل بشكل رئيسي. وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذه الانفجارات ستلاحظ بأن الدمار كبير للغاية، طبعا حتى المواطنين الموجودين في رومانيا تمكنوا من مشاهدة اللحظات الأولى لهذه الضربات التي جاءت طبعا على مدينة إزمايل. وكانت هنالك لقطات ما بعد هذه الانفجارات تلاحظ كيف أن الدمار كان كبيرا في هذه المنطقة، حتى أن خزانات أو مستودعات الحبوب الموجودة هناك كانت هدفا رئيسيا لهذه الطائرات المسيرة الإيرانية المفخخة. وأيضا في نفس الوقت الاستهداف الآخر الذي تحدثنا عنه في خاركيف كان حاضرا بهذا الشكل، دمار كبير للبنى التحتية بكل تأكيد من هذه الهجمات. وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أكدت بأنها تمكنت من إسقاط 23 طائرة من الطائرات الإيرانية، لكن واضح بأننا أمام عدد أكبر من هذه الطائرات التي استخدمت، وشهدنا ما شهدناه من هذا الدمار الذي نتحدث عنه الآن. طبعا الأمر هو كله مرتبط باتفاقية الحبوب التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، فبالنسبة لروسيا تريد إيقاف كل التحركات التي تأتي من مضيق البسفور باتجاه أوديسا أو العكس من أوديسا إلى مضيق البسفور من خلال هذه الاستهدافات بكل تأكيد. وأيضا في نفس الوقت هي تريد استهداف المدن المطلة في داخل أوكرانيا على نهر الدانوب، فهذا نهر الدانوب الذي ترونه والذي يمتد تقريبا بهذا الشكل ويمتد طبعا إلى 10 دول أوروبية قادما من الغابة السوداء في ألمانيا ووصولا إلى البحر الأسود. وبالتالي بالنسبة لهم وجدوا بأن الأوكرانيين طبعا يحاولون استخدام مخازن الحبوب أو مستودعاتهم الموجودة في هذه المدن واستخدام واستغلال هذا النهر من أجل أن يصدروا الحبوب إلى الدول الأوروبية، تريد طبعا روسيا من استهدافها وإيقاف كل شيء، أما أن تتفقوا معي وأما يتوقف هذا التصدير للحبوب. وطبعا هنالك أنباء مرتبطة بهذا الأمر قادمة من الجانب الروسي وتحديدا من ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الذي قال بأن موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب لكن بعد استيفاء الشروط بالنسبة لروسيا. طائرات إيران المسيرة المفخخة الآن تحولت إلى سلاح استراتيجي مهم بالنسبة لروسيا، هي سلاح استراتيجي بالنسبة لإيران في الشرق الأوسط والآن في أوكرانيا، ولكن أيضا بأن هذا السلاح بدأ يتطور وأصبحت هذه الطائرات الآن فيها أهداف استراتيجية بعيدة المدى لتهديد دول الناتو بشكل مباشر. والطائرة التي نتحدث عنها هي طائرة شاهد 136 المفخخة بكل تأكيد معهد دراسات الحرب الأمريكي كان قد نشر تفاصيل مؤخرا عن أن هنالك ترتيبا لجعل هذه الطائرات تستهدف وتهدد دول حلف الناتو طبعا. وكانت الكييف بوست أضافت عددا من التفاصيل مما سنذكره لكم اليوم. وبيلاروسيا وإيران تتحدث هذه المصادر بأن هاتين الدولتين اتفقوا
وافقتا على بناء مصنع لهذه الطائرات المسيرة داخل بيلاروسيا، وهذا الأمر أصبح حقيقيا مع زيارة قد شهدناها مؤخرا لوزير الدفاع البيلاروسي إلى إيران، والتقى نظيره الإيراني، وقعوا مذكرة تفاهم دفاعية ثنائية بين البلدين، وجزء من هذه المذكرة هي بناء مصنع الطائرات المسيرة الإيرانية في الداخل البيلاروسي. وطبعا بالنسبة للطائرات المسيرة هنا كما تلاحظون هذه هي بيلاروسيا، بحسب معهد دراسات الحرب أكد بأن الأمر وبناء هذا المصنع سيكون جنوب شرق بيلاروسيا، وتحديدا في مدينة يطلق عليها مدينة غومل، مدينة استراتيجية مهمة للغاية. هذه هي غومل التي ترونها طبعا، والتي من المفترض أن نرى المزيد من المعلومات بالنسبة لهذا المصنع الذي ستبنيه إيران في داخل بيلاروسيا. وبالتأكيد البيلاروسيين هنا سيكونون قادرين على بناء هذه الطائرات المسيرة وأيضا على استخدامها في نفس الوقت. هذه المنطقة هي استراتيجية جدا بالنسبة ليس فقط لبيلاروسيا وإنما لروسيا، لأنها مرتبطة طبعا بالحدود مع روسيا على المستوى اللوجستي، هي مفيدة للغاية للطرفين، وأيضا هي قريبة كما نلاحظ من العاصمة الأوكرانية كييف، ليست بالبعيدة أبدا على المستوى اللوجستي ولإنتاج الطائرات المسيرة. تعتبر هذه النقطة مهددة وخطيرة للغاية على العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا في نفس الوقت هي ستشكل تهديدا على دول حلف الناتو. نتحدث هنا عن بولندا ونتحدث كذلك عن ليتوانيا، وهذه الأيام الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مشتعلة للغاية وهنالك توتر خطير للغاية. إلى يوم أمس كانت هنالك طبعا مروحيتين من مروحيات بيلاروسيا دخلت واخترقت الأجواء والأراضي البولندية طبعا، وبعدها انسحبت إلى بيلاروسيا بسبب مناورات عسكرية كانوا يقومون بها، وطبعا هذا الأمر كان خطيرا وخطيرا للغاية. وهذه القضية طبعا ونقطة الاختراق الذي حققته بيلاروسيا بهذه المروحيات هي كانت في منطقة داخل بولندا وهي بيلاوفيشيا، هذه هي المنطقة تحديدا التي اخترقتها طبعا المروحيات البيلاروسية أثناء المناورات العسكرية، وكانت الأوساط البولندية قد نشرت الحركة أو التحرك الذي تحركت من خلاله الطائرات أو المروحيات البولندية. وزارة الدفاع البولندية اعترفت بهذا الأمر رسميا، بل كانت هنالك صور قد نشرت لهذه المروحيات البيلاروسية وهي تدخل إلى الأجواء البولندية وتخترق ترقها تماما، وكما نلاحظ صور كثيرة قد نشرت لهذه المروحيات وهي تحلق فوق الأجواء البولندية. قد يتساءل البعض لماذا البولنديين لم يسقطوا هذه المروحيات؟ المشكلة أن لو بولندا أسقطت هذه المروحيات فسيكون هنالك عذرا وذريعة لبيلاروسيا لكي تستهدف بولندا وتشتعل الحرب العالمية الثانية، لأن علينا ألا ننسى أو الثالثة عفوا، لأننا علينا ألا ننسى بأن بولندا هي عضو في حلف الناتو، وهذا يعني بأن حلف الناتو بأكمله يجب أن يدخل في هذه الحرب، ونكون أمام سيناريو خطير وخطير للغاية، وهذا سبب كافي لبولندا يدفعها لكي لا تستهدف طبعا هذه المروحيات. والواضح جدا بأن بيلاروسيا شيئا فشيئا بدأت تتحول إلى نقطة كبيرة وخطيرة على دول حلف الناتو. فنحن تحدثنا عن مصنع الطائرات المسيرة الإيرانية الذين سيقومون طبعا ببنائه بمشاركة إيران، وأيضا هنالك مصنع آخر يأتي إلى شرق موسكو على وشك أن ينتهي نهاية هذا العام لصناعة أيضا الطائرات المسيرة الإيرانية، ومن المفترض أن ينتهي نهاية هذا العام بحسب ما نشرته مصادر غربية مثل CNN الأمريكية. وطبعا بالنسبة لبيلاروسيا قد شهدنا في الفترة الماضية النشر للأسلحة النووية التكتيكية، كذلك قوات فاغنر انتشرت في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، وبولندا اشتكت في الفترة الأخيرة من هذه المسألة ووجدت بأن الأمر خطير للغاية على أمنها القومي وعلى الحدود الخاصة بها. وكذلك هنالك ممر يمتد إلى كالينينغراد وهو ممر إزفالكي، هذا الممر أيضا بعض الأنباء البولندية تحدثت بأن قوات فاغنر قد دخلت إليه، وهنالك تخوف من الزعزعة الكبيرة التي ممكن أن تتسبب بها قوات فاغنر في حالة تسللت كمهاجرين غير شرعيين، أو حتى قد يدفعون بالهجرة الغير شرعية إلى بولندا لتتزعزع الأمور شيئا فشيئا. وها نحن نرى المروحيات وهي تحلق وتخترق الأجواء البيلاروسية، وواضح جدا بأن بيلاروسيا وروسيا لديهم قرار بإحراج حلف الناتو بشكل مباشر، لأنهم يعلمون بأن حلف الناتو لن يدخل
في أي حرب أو صراع مباشر، وعلى هذا الأساس هم واضح يراهنون بأن الناتو ببساطة ان تعرض إلى ضغط كبير وبأن هنالك تهديدا لحرب عالمية ثالثة، فإن حلف الناتو سيضغط على أوكرانيا لإيقاف هذه الحرب لأنها دخلت مراحل خطيرة للغاية على العالم بأكمله، وروسيا ستكون منتصرة وستحافظ على كل النقاط التي تقدمت لها، تحافظ على بحر آزوف، شبه جزيرة القرم لم تعد تحت الخطر، وبالتالي يتحقق ما يريدونه بكل تأكيد. واضح جدا أيضا من وجهة نظر روسيا وبيلاروسيا بأن الأمور خطيرة للغاية على مستوى الهجوم الأوكراني المضاد، لذلك هم بدأوا يضغطون على حلف الناتو باتجاه بيلاروسيا بهذا التحشيد الكبير، وخاصة أن هذا الأمر أصبح واضحا من لسان الروس بأنفسهم في هذه القضية وفي الهجوم الأوكراني المضاد. فديمتري ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي كانت له تصريحات مثيرة نشرتها طبعا The Hill الأمريكية، والتي أكد فيها بأن لو الهجوم الأوكراني المضاد نجح سنستخدم الأسلحة النووية. هو الأمر الذي رد عليه لينزي غراهام الجمهورية، السيناتور الجمهورية الكبيرة، الذي قال ببساطة أن أي استخدام لأي سلاح نووي على أوكرانيا فهذا يعني بأنه استخدام للأسلحة النووية على حلف الناتو، يعني ببساطة بأننا سنتجه إلى مواجهة مباشرة بين الناتو من جهة وبين روسيا وبيلاروسيا من جهة أخرى. إذن هي ظروف خطيرة للغاية بكل تأكيد، والأسئلة هنا تطرح كيف من الممكن أن تتصاعد هذه الأمور، وهل تكون هذه الأشهر القادمة هي الأشهر الأخيرة مع هذه الاحتكاكات التي نراها على بولندا، وما مصير أيضا هذه المدن المهمة الأوكرانية في أوديسا المطلة على البحر الأسود.